السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم بالخير. مرحبا بكم في قناتي لديريس دو بوتي. اليوم جيتكم بوصفة تبولة على طريقتي البنات. أنا ما نقولكمش مشرقية، لكن على طريقتي تجي ما شاء الله. نحتاجو فيها نحتاجو شوية من سلطة، شوية خيار، معدنوس، كمية من معدنوس، طماطم، وانا عندي المايونيز. اذا حبيتوا تحطوا شويه طون كوم بوغولي، وعندي لاصوص فينيغرات اللي كنت حضرتها معكم لا فوا باسي. مي من المستحسن البنات، انا دابيتويد نديرها بدبس الرمان. اذا عندكم دبس الرمان راح تكون احسن. نحطوا بسم الله، نحطوا السلطه تاعنا. نحطوا الخيار، نحطوا الطماطم، كل شيء البنات نقصوه دي بتي كاري. نحطوا المايس تاعنا ونزيدوا المعدنوس، نحطوا كميه مليحه من المعدنوس. انا لا فينيغرا تاعي مداويه، ملحه فيها، في ملح، فلفل الكحل فيها كلش، دونك ما نحتاجش ل نحطو لاصوص تاعنا. انا احسن شوي ثقيلة لاصوص تاعي، دونك نصب هكذا احسن. بسم الله، فوالا دبس الرمان البنات راح تكون بنينة احسن. بسم الله، هاي السلطة تاعنا جاهزة. هكذا فوالا، مليحة في الصيف. دوكا حنا في رمضان، مليحة تجي. أنايا لا فينيغرا تاعي البنات راني مدايرتها بزيت الزيتون، راني مدايرتها بويل دوليف، دونك راح تجي مليحة. هادي هي السلطة تاعنا، ما تحتاجش ميم با 5 دقائق وراح تكون واجدة. هذه هي سلطتنا تاع نهار اليوم، تبولة على طريقتي. هاي هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم. بلا ما تنساوني البنات، فعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد على اليوتيوب، وصابوني ماشين، اعملوا صابوني لقناتي، وفي ملتقى ان شاء الله.